السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. تقريبا قبل سنتين ذهب برنامج أرض السواد إلى جنوب العراق، وبالتحديد أكثر إلى محافظة ذي قار وأهوارها، وكان عندنا تصوير مستمر لعدة أيام، وكان الضيف الدائم هو الخبير البيئي جاسم الأسدي. هاي الشخصية اللي انولدت وعاشت بأهوار العراق، ومحبته لهذه المنطقة كبير جدا، يدافع عن حقوق الساكنين، عن حقوق مربي الثروة الحيوانية في هذه المنطقة. فاليوم يعني استخدم حياته كلها وعلمه وكل علاقاته من أجل هذه المنطقة. للأسف أنه خبر قبل عدة أيام تم اختطافه في مدخل بغداد الجنوب. نتمنى له السلامة وكل الدعم لعائلته، ونتمنى من القوات الأمنية الاستمرار بالبحث اليوم عن الخاطفين، ويا رب إن شاء الله تحريره بأسرع وقت، ولو قواتنا الأمنية ما تحتاج اليوم نصيحة من أحد. إن شاء الله يا رب نفرح بعودة الأستاذ جاسم الأسدي، ويا رب إن شاء الله تكون حلقة وياه نتكلم عن واقع الأهوار بالعراق. أحبتي المشاهدين، اليوم حلقتنا راح تتكلم على موضوع الدواجن وقطاع الدواجن، اللي الأسبوع الماضي عرضت إلى حلقة في برنامج أرض السواد، وبعدها بيوم رئيس الوزراء استضاف العاملين بهذا القطاع والمنتجين بهذا القطاع. أريد نعرف اليوم تقييم حقيقي لهذا القطاع ولتلك الصناعة، وين وصلنا، ليش أكو بعض الأزمات اليوم قاعد نشاهدها بالسوق العراقي وبالشارع العراقي، اتهامات، بعض الاتهامات المتبادلة. راح نناقش كل هذه المواضيع، ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما قلنا انه موضوع على حول قطاع الدواجن والانتاجيه، وتقييم عام لهذا القطاع حقيقه يعني اكو بعض المصاعب، بعض الازمات اللي دا يعيش هذا القطاع. بعض الاخبار ايضا نسمع انه عده اتصالات مع المستثمرين، انه يقولون يصفون انه هذه السنه اللي راحت او الاشهر هاي المعدوده القليله هي اسوأ فتره تمر على قطاع الدواجن. طبعا ضيوفنا اليوم في برنامج أرض السواد قامات علمية كبيرة جدا بهذا الخصوص. أولا الدكتور عباس سالم، مدير عام دائرة الثروة الحيوانية، أهلا وسهلا بك، ربي يخليك. وأيضا الدكتور هاشم قماش، عضو الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وأيضا المستثمر في قطاع الدواجن، أهلا وسهلا بك، ربي يخليك. أبدأ معك دكتور عباس، ومن رخصة أيضا الدكتور هاشم قماش، تقييمكم ها نبدي دكتور هاشم يلا يا عباد سلم دكتور، تحياتنا لك واهلا وسهلا بك مره ثانيه. دكتور انا اسمع عندي اتصالات، ويمكن انت متابع برنامج ارض السواد، عندي كثير من الحلقات اللي تخص الدواجن.
انه يصفون الاشهر القليله الماضيه انه أسوأ فتره مرت على قطاع الدواجن، هل ممكن نقدر نصف انه هذا الشيء او اكو مبالغه بهذا الموضوع؟ بدايه طبعا تحياتنا وتقديرنا وشكرنا لقناتكم لمتابعتها المستمره لقضايا القطاع الزراعي بشقه النباتي والحيواني، وتحيه خاصه لك ربي يخليك. كونك اختياراتك للمواضيع بدقه وتحاول ان تخلي لها اكثر من علاج من خلال لقاءاتك مع خدمتكم. الله يخليك. حاليا قطاع الدواجن يستغيث بسبب الخسائر الكبيره اللي يتعرض لها اصحاب المشاريع وما من مجيب. نعم. تداخلات هواي صارت بسبب اولا الحرب الاوكرانيه اللي صارت الروسيه، والدخول بيض بكميات كبيره جدا سبب انخفاض الاسعار داخل السوق، مما ادى الى تعرض قطاع الدواجن خاصه بيض المعده بذيك الفتره الى خسائر، كون الاسعار اللي طرحت بالسوق هي دون سعر الكلفه بكثير. عندنا احنا مشاريع بالعراق الحمد لله مشاريع عملاقه اصبحت، خاصة في محافظتي البصرة وواسط وبقية المحافظات. احنا لو نحسب خسائر المربي يومية نلقاها بالملايين. فشون يقدر يقاوم؟ قدر يستمر يوم اثنين ثلاثة شهر، بعدها ما قدر. لذلك قطعان كثيرة انعرضت للبيع باسعار بخسه جدا، لان كلفه الدجاجه الواحده قد تصل الى 12. ايضا عندي اسئله مهمه حتى تكون نقطه انه اتحدث مع حضراتكم. دكتور نقدر نصف ان الاشهر الماضيه هي الاصعب على قطاع الدواجن؟ طبعا الاسوء في منظر في فتره تربيه الدواجن. اسوء فتره مرت هي الفتره السابقه. الاسباب ان الاسعار مرتفعه. مو كل الفترات السابقه اللي قبلها كانت اكو هناك خسائر، نعم. لكن اسعار الاعلاف كانت منخفضه، ممكن يخسر بالقاعه 3 ملايين، ممكن 4 ملايين كفرج لحم، ممكن بالدجاج البياض يكون انتاجه سد بسد او يخسر يوميا مبلغ قليل. الان الاسعار الاعلاف مرتفعه بحكم الحرب الروسيه الاوكرانيه. بالنتيجه يعني انا راح احكي لك فد ارقام يعني مهوله. نعم. وفد قاعده تصميميه عندنا احنا تكفي ونقدر نصدق. احنا عندنا 45 مليون دجاجه بياضه كطاقات تصميميه كمشاريع، لكن من تجي الارض الواقع تلقى الموجودات فقط 17 مليون. ليش؟ السبب انه هم كانوا يربون، كانوا مربين. انفتح البيض المستورد والدجاج بقرار 183 كاجراءات من اجراءات الحكومه السابقه لمواجهه ارتفاع الاسعار ظنا منه. اي بالضبط. انه هذا القرار هل ياخذون رايكم به اليوم كدائرة الثروة الحيوانية كوزارة الزراعة؟ لو خلص اعبر هذا قرار انه مشي. انا على حد علمي انه اكو ممثل لوزارة الزراعة بس كثروة حيوانية احنا ما كنا موجودين. بعد لازم موافقة منه. اذا يعني هو احنا الراعي الاول اللي تعتبرون احنا الدائرة القطاعية. انا حقيقة ما كنت اعرف انه اكو ممثل الا في الفترة يعني الشهرين اللي فاتن، انه كل اعتقادي كان ان القرار هو صدر من مجلس الوزراء، لكن ما عندنا اعلام به. ولا علمنا لا بكتاب ولا بلجنه ولا، فما كان عندنا اعلام بهذا الموضوع. كان توقعي انه صدر من مجلس الوزراء، مجلس الوزراء قرر والتصويت، وتعرف انه مجلس الوزراء من يقرر التصويت وزراء من يكون 50+1 فيتمرر القرار. الصراحه انه هيك قرارات انه لازم تدخل بها العلميه. يعني انا متاكد انه وزير النفط ما يعرف بالدواجن. إيه اكيد صوتها ولا اكيد. احنا الدائره القطاعيه وكان المفروض احنا نكون موجودين في صياغه هذا وصناعه هذا القرار، لكن اللي صار صار واللي حدث حدث. وانت تعرف مثل ما تعرف انه كل القرارات هي يحتاج لها 6 شهور او سنه حتى يعاد تقييمها، واكو لجنه شكلت بعد اللقاء الاخير مع السيد رئيس الوزراء واحنا موجودين بها، وراح نطرح البيانات للنقاش الموجوده عندنا. احنا انتاجنا السنوي 13 مليار و900 بيضه، احتياجنا 8 مليار، يعني عندنا بعض في حاله اشتغال كامل الطاقات. لكن وين المشكله؟ المربي يريد ضمان، يقول انا ما اقدر اذب فلوسي واذب ببالغي واربي لمده 6 شهور افراخ حتى توصل الدجاجه للبيض، وبالنتيجه ينفتح علي المستورد او تزال التعرفه الجمركيه واني اصبح خسران. انا اريد ضمان من قبل الحكومه، مقابل الضمان انا اعطيها تعهدات بان
سعر الطبقة يكون كذا، سعر اللحم يكون كذا، وما تتغير الأسعار إلا بموافقة الوزير. هاي النقاط كلها مطروحة للنقاش. طبعا أحبة المشاهدين، كانت عندنا حلقة ماضية الأسبوع الماضي كانت في أحد حقول الدواجن في محافظة بابل، والتقينا مع المنتجين اللي حقيقة كان أكو حقيقة عتب وغضب كبير جدا بسبب الخسائر الكبيرة اللي ممكن في المستقبل القريب لا سامح الله تغلق الكثير من المشاريع. خلينا نشوف هذا الفيديو راجع. يعني الصراحة يعني بدون زعل اليوم من مربي الدواجن وأصحاب نعم. المشاريع اليوم عليكم هجمة كبيرة جدا نعم. من الإعلام، بعض الإعلام نعم. هجمة حتى من المواطنين نعم. مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك مثلا ازدياد البيض نعم. أسعاره اللي نعم. موجود الآن نعم. في هذا الوقت نعم. يقولون أسباب مربي الدواجن وعذرا على الكلمة أنهم هذا جشع نعم. وليش ما الطبقة مثلا تصير بأربعة، ليش ما الطبقة تصير بثلاثة ونص، ليش المستورد أرخص من المنتج المحلي نعم. فاشرح لنا على هذا الموضوع. طبعا أنا أشكرك جدا على السؤال، ويعني كل زين أثرت هذا. احنا لازم نوضح حقيقه اكو فجوه بين المنتج وبين الشارع، او اكو تضليل طبعا، تضليل وراء ناس، وراء مافيات. الناس ذول اللي وراهم تجار. راح احكي لك بامانه موضوع البيض شنو اللي صار به. نعم. احنا العام قبل ازمه اوكرانيا، من كان الوزير محمد الخفاجي السابق بحكومه الكاظمي قال احنا وصلنا للاكتفاء الذاتي خاصه بموضوع البيض، واحنا راح نبحث على دول نستدردها. وفعلا على اساس انه اكو نيات تصدير الكويت وكذا منتوج البيض، فالبيض احنا كنا مكتفين به. من صارت حرب اوكرانيا مشكله، احنا عندنا المشكله المستشار. اليوم المستشار ما يعرف شنو هو، مجرد مستشار جايب شهاده ما اعرف منين. المستشار هذا اجوا من هناك المستشارين بدون ذكر الاسماء. نعم. مستشارين نذكر اذا هذه لا احنا مو مستشار حكومة الكاظمي نعم. لكن مع الاسف هذا المستشار بقى يعطي استشارات مدفوعة الثمن. فاحنا احكي لك اللي صار بموضوع البيض وبعدين اقول لك شنو اللي صار بالضبط. احنا العام صار عندنا اكتفاء ذاتي، قلت لك احنا صارت عندنا مشاريع. هاي البصرة بمشاريع عملاقة تضاهي اكبر مشاريع دول العالم هسه بالبيض. فاحنا وصلنا اكتفاء ذاتي، صارت حرب اوكرانيا، الدولة ما عرفت شلون تتصرف، بنت على المستشارين. المفروض الدولة تدعم مدخلات الانتاج وليس تدعم الاستيراد. مثلا انت صارت ازمه عالميه، الدوله تقول يا مثلا الذره والصويا مستلزمات الدواجن عافيه عند القمارك، مو انت تجيب منك منتج نهائي، منتج البيض تجيب منتج مستورد من برا، ومنتج دواجن لحم كنا المقطعات مسموح بها، الدجاجه الكامله ما مسموح بها باعتبار انه عندنا شوايات عندنا مطاعم راح تاخذ المنتج المحلي. فانطوا استيراد بدون اجازه، بدون ضوابط، بدون فحص، بدون قمرك، بدون كل شيء، مجرد جيب اي شيء، جيب نفايات نعم. وتعال ادخل العراق. نقدر نوصفها بالنفايات؟ نعم نقدر نوصف انه هذا البضاعه احنا نحشي نعم. على دجاج اللحم انا اكد لك نفايات. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. دكتور أيضا من خلال الكلام أنه أكو تهمة تصير نعم. يعني عذرا لمنتجي الدواجن إن لما يكون ارتفاع، يعني رسل حتى بالمواقع التواصل الاجتماعي المواطن يعلق يقول لك يا بد افتحوا لنا الاستيراد، بعض التجار أو بعض المنتجين جشعين يريدون يبيعوها بأسعار عالية نعم. نجي يومكم تقول لا احنا اليوم مجبورين مثلا نبيع بهذا السعر، تقدر تشرح لنا على هذه النقطة؟ نعم، أول شيء هو ما صار ارتفاع مثل ما قال الدكتور نعم. عباس، احنا بدنا نحكي الأسلو حاليا رغم ارتفاع سعر الدولار وسعر المواد العلفية، الدول المحيطة إيران، تركيا، الأردن، ثلاث دول كمثال، هسه حاليا لو نشوف سعر البيض اللي موجود بهن سعره أكثر مما موجود بالعراق. ملاحظة كلش مهمة، تفضل. الطبقة تنباع ب 8000 بالسوق، دا تطلع من الحقل ب 6000 إذا مو أقل شوية. هذا الفارق دا ينضاف من خلال صاحب الأسواق التاجر زين. أنا دا أبيع بسعر معقول جدا، نقول ب 6000 من توصل للمستهلك ب 8000، هاي ال 2000 أنا ما مسؤول عنها.
أنا ما مسؤول عنها. حسب كلام حضراتكم لما تقول إنه ماكو ارتفاع أسعار مثلاً بموضوعة البيض، ليش شاهدنا سيارات حكومية بالأسواق تبيع طبقة البيض بأربعة ونص وبهيك أسعار؟ البيض اللي من اللي تبيعها وزارة التجارة كان مبادرة إنه صاحب المشروع يسلم البيض مالته، الطبقة تطلع تقريباً بحدود 6000 لوزارة التجارة، وزارة التجارة تدعمه للمواطن بهذا السعر. هو حتى 6000 اللي دا يبيعها او 60 الكرتون اللي دا 70 اصور دكتور 72 للتجاره، هو يا دوب دا يسدد الكلف بالوقت الحاضر يا دوب، رغم انه انتاجنا حاليا اللي متبقي ما يزيد عن 30 إلى 35%، اغلب المشاريع توقفت. اكو ملاحظه كلش مهمه، سنة ال 18 وسنة ال 19 الدوله بقراراتها 224 و 327 اطت مجال للاستثمار بقطاع الدواجن اللي هي فرض تعرفه جمركيه 50%، وكذلك ايقاف استيراد الدجاج والبيض ومقطعاته والبيض، خلت كثير من المستثمرين يدخلون لهذا القطاع، وانبنت مشاريع عملاقه وتدار بآليات متطورة جدا زين. بدأ عندنا إنتاج وفعلا بدينا نغطي للحدود اللي وصلنا، وزارة التجارة تدعو أصحاب المشاريع لتصدير بيض المائدة إلى دول الجوار. وصلت يعني كم مرحلة؟ نعم تصريح واضح هسه، إذا تريد أبعث لك الفيديو مال الوزير الزراعة السابق محمد الخفاجي موجود يصرح أنه نقدر نصدر لدول الجوار، يدعو أصحاب المشاريع. ماكو فترة أيام وإذا نشوف يعني فتح الاستيراد للبيض والدجاج بدون قيد أو شرط. عزيزي أستاذ ظفر، الدجاج والبيض اللي دا يجينا ترى مو بالمواصفات الصحيحة، يعني احنا مو ضد الاستيراد، احنا ندعو الى الاستيراد بيض او دجاج حتى نوازن بين انتاجنا وبين، بس شرط احميني من خلال التعرفة الجمركية، فعل التقيس والسيطرة النوعية زين. انا ما صار الدجاج البيض والدجاج راح ينافسني نهائيا، بس اذا تجيب لي دجاج تقريبا منتهي الصلاحية واحنا صحيح للمدبلج ومعبأ باكياس زين، وبيض واصل حدود اللي قريب الشهر، ونعرف كنا احنا السعر مال الدجاج المزور والبيض المائدة هذا معتمد على عمر الخزني صحيح زين عالميا. المشكلة الكبيرة انه هذا البيض والدجاج دا تجي بماركات عراقية صنعة في العراق. احنا هسه من خلال برنامجكم ندعو الجهات المسؤولة، ودكتور عباس موجود هنا كونه يمثل الثروة الحيوانية، التزام أصحاب المشاريع بالكراتين الخاصة بشركاتهم وعلاماتهم التجارية، ويمنع أي كرتون بيض ينزل مكتوب عليه بالصناعة في العراق، لأن هذا هو سبب البلاوي زين. يعني هو يستوردوه يخلوا الكرتون يجيبوه من الخارج، ما احنا ما نقول يستوردوه، احنا نقول يهربوه. اكو منافذ ما شاء الله مفتوحة عندنا باشماغ وغيرها، دا تدخل هو لو يدخل ضمن المواصفات والاستيراد ورسم جمركي عائد الرسم للدولة ما بيها شيء. انا منتج احميني انت بالله وخلي يجي المستورد وانا اتنافس وياه. نعم زين، انا سبق وان قلت لك بحلقتنا الباقية اذا السابقة تتذكر قلت لك اذا يبقى هالوضع هذا وينسحب اصحاب المشاريع، هذا البيض اللي دا ينباع هسه رخيص والله توصل الطبقة نعم. بالفعل وصلت بثمانية. نعم دكتور، احس انه من خلال كلامك ويانا انه عندكم انتم كدائره تعاطف كبير مع المنتجين في قطاع الدواجن والعاملين في قطاع الدواجن، ولكن نريد نعرف اجراءاتكم، ما هي نعم. مسؤوليه اليوم دائرتكم؟ نعم حقيقه هو مو تعاطف قدر ما هو واجب. نعم احنا هدفنا نقطتين، اولا حمايه المستهلك، ثانيا حمايه المنتج. ساعتها نبدي نوازن. نعم المشاريع الموجوده هي ثروه اقتصاديه، هي تنحسب ثروه للبلد. يعني ابسط حاله احنا مرينا بها هسه ارتفاع البيض، نرجع للاسباب شنو اللي ادى الى هذا الارتفاع. احنا انتاجنا اليومي بال17 مليون دجاجه 40000 كرتون، نحتاج اضافي من 30000 الى 40000 كرتون حتى نسيطر على اسعار بالسوق المحلي، كان هذا كله يدخل مستورد. نعم بعد ارتفاعه في تركيا، لان كنا احنا معتمدين على تركيا، بعد ارتفاعه في تركيا زامنتها ارتفاع الدولار، من ارتفع في تركيا اكيد راح يرتفع عندنا.
لان احنا معتمدين على المستورد اكثر من 50% معتمدين عليه. لو كان عندنا انتاج خلال هاي الفتره، لا احنا حامين المستهلك وبنفس الوقت شنو؟ حامين مشاريعنا ومنتجينا. نعم. نعم. هو واجب الدائره ان تضع الموازنه بين هالطرفين، المستهلك والمنتج، من خلال الاحصائيات، من خلال البيانات الموجوده، من خلال الطاقات الانتاجيه ودراستها السنويه، ايش قد نحتاج، نضع خطه ايش قد نستورد. هاي كلها دائرتنا قائمه بها كدراسات. من اللي يوم يعمل عليها وزاره التخطيط او مجلس الوزراء مباشره؟ يعني حقيقه هو القرار من صدر 183 هو صدر من مجلس الوزراء، يعني غير اخذ نرجع للنقطه نفسها، يعني صارت تداخلات في وقتها احنا ما بدنا نخوض بها في هذا الموضوع. صار اعتراض من عندكم؟ طبعا احنا تحفظنا على القرار في وقتها، كتبنا تحفظ، لان كان في ذاك الوقت من قبل لا يصدر قرار او بعد صدور القرار كان عندنا احنا عدد كافي من الدجاج، وكان سعر الطبقه بالسوق 4500 دينار. صحيح. ينباع من الحقل. اصلا المنتجين في وقتها اعترضوا، واللي صارت حادثه رمي البيض، ليش رموا البيض؟ صارت هاي الحادثه لان اسعار البيض عندهم ما مجزيه، فرادوا صيغه حل. احنا في وقتها فتحنا باب للتصدير حتى ممكن ان يخففون بالوفره الموجوده، بالاغراق السلع الموجود ممكن ان نصدر. بعد ما كملت اجراءات التصدير مشوا بها، بعد ما كملت اجراءات التصدير واذا نحس انه احنا طلع القرار، قرار 183 دكتور، حتى نكون دخل حيز حتى التركيز. نكون صريحين اكثر، بما انه عندنا ممثل اليوم المنتجين في الدواجن، وعندنا اليوم جهه تعتبر ايضا حكوميه تابعه لوزاره الزراعه، ايضا عندكم نقاط اليوم على المنتجين، هل وقعوا في بعض الاخطاء؟ اشرتوا سلبيات عند المنتجين؟ يعني لو انهم ماشيين صح بعملهم 100%، المنتج هو شخص صاحب عمل. نعم. احنا نضع له السياسه، احنا نضع له الطريق، لكن من يكون الطريق بالقرارات كل فتره قرار، طبعا هو راح يتعرض للتذبذب، مره يشتغل مره يتوقف، مره يشتغل مره يتوقف، فهنا هاي ما يتحملها المنتج. يجب ان تكون خطه طويله الامد، وانت تدري الصوره واصله للمواطن شنو؟ اي مرسوم يرتفع السعر او شيء. اي حقيقه حق صراحه، يعني المواطن حق. احنا من يصعد السعر طبعا عندنا مؤشرات قبل صعود الاسعار بعشر ايام احنا نتحسس بها، عندنا لجان اسعار، اتصالنا ويا العلوات الرئيسيه اللي احنا نتصل بها، المناطق اللي تبيع بالجمله، فنتحسس بها ونتخذ اجراء. طبعا من نتخذ اجراء وفق البيانات اللي عندنا الموجوده، على ضوءها نكمل العجز الموجود. لكن هاي المساله بها وايد تداخلات، مثلا تداخل المنافذ المفتوحه، تداخل التهريب، تداخل هاي قضايا، يعني صعوبه حقيقه. انا صار لي سنتين متعايش وياها، صعب السيطره. تحتاج قرارات من اعلى المستويات، حتى القرارات، يعني حتى القرارات الاعلى من تتكلم عن المنافذ الحدوديه يدخل لك تهريب. الموضوع التهريب موضوع صعب السيطره، هو اللي جاي يسبب هاي الامور. ليش؟ لان انت هسه لو مثلا تجي لدراسه الواقع، انه انت فارس تعرفها قمرقيه 55% على الدجاج المجزور. نعم. هو كقيمه تقديريه له 1700 دولار، 55% يمكن يطلع ب 2400 دولار. نعم. بس من تجي من يدخل تهريب هو يوصل لك ب 1700 للطن. هو يوصل للمستهلك، من راح يضرر؟ راح يضر المنتج. لابد ان تكون هناك موازنة. طبعا اكو نعم. نقطة اخرى بعد اتفضل، اكو هناك المشاريع اللي موجودة انا من اشغلها، انا راح اضمن تقريبا كم هائل من العمال. صح. انا راح اشغله، راح تكون عندي سيولة، بالتالي راح امتصر البطالة، راح تشتغل عجلة الاقتصاد الداخلي، بدل ما اني اعتمد على المستورد واسحب دولار اهرب وادخل مادة غذائية، والمادة الغذائية يعني تعرف انت مادة متلاشية. انا وين ادعم مشاريعي؟ نعم. احمل مستهلك واحمل منتج وشغل المستهلك، وين اني اعتمد على المستورد ومشاريع متوقفة؟ اكيد نتفق وياك بهذه النقطة. طبعا احبة المشاهدين، بعد عرض حلقتنا اللي كانت ميدانية في محافظة بابل، بعدها ب 24 ساعة كان هناك استقبال من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني لمنتجي الدواجن من محافظات مختلفة. خلينا نشاهد لقطات من هذا اللقاء وراجعين.
رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور هاشم طبعا طبيعة مقدم البرامج نعم. واللي يشتغل بالإعلام ويكون فضولي جدا فتحملني والله واضح أنا فضولي جدا. اللي انعرض بإعلام مجلس الوزراء أنه فيديو بموسيقى بدون ما أعرف النقاش شنو، طلع بيان أنه هناك دعم كلام دائما يصدر من مجلس الوزراء. أريد من البداية أعرف كواليس قبل الاجتماع، شلون عقد الاجتماع بدعوة، شلون كيف صارت، وأريد أعرف صار داخل الاجتماع وش تحدث رئيس الوزراء بالتحديد. نعم. طبعاً إحنا من فترة كجمعية، جمعية العراقية لإرعاد منتجية الدواجن، كنا يعني عدة محاولات للقاء السيد رئيس الوزراء. نعم. لأن أمانة إحنا التقينا بالسيد وزير الزراعة أكثر من مرة، والتقينا بعض من أصحاب المشاريع التقوا بالسيد المالكي. نعم. وبعض الشخصيات والنواب، بس ما عدنا ما صارت كل نتيجة أو صحيح. كل إجراء. نعم. فكنا يعني حابين أن نلتقي بالسيد رئيس الوزراء. نعم. بالفعل بلغنا بالحضور، بالفعل هي بعد لقاء بخيت بعد الحلقة اللي صارت. نعم. وكان حضور من قبل رئيس الجمعية العراقية وأعضاء مجلس الإدارة وبعض من أصحاب المشاريع. كم عددكم تقريبا؟ احنا أعضاء مجلس الإدارة 2 ورئيس الجمعية 3 وبحدود أكثر من 7، يعني بحدود 10 محافظات متنوعة. نعم، محافظات وحلقات مختلفة من صناعة الدواجن. فهمتك. إضافة إلى ممثل عن وزارة الزراعة اللي هو الوكيل الفني. نعم. إضافة إلى أصور مدير عام المنافذ الحدودية، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن وزارة التجارة. فصراحة كانت يعني مجموعة ممتازة. بدأ السيد رئيس الوزراء كل تفاصيل. نعم نعم حتى الحل. نعم بدأ رئيس السيد رئيس الوزراء بطرح بعض الشغلات اللي تخص القطاع، ومن خلالها يعني يبين انه يعرف الامور كلها، يعني الامور واضحه واصلت لمعلومات ممتازه. نعم. زين استمع الى رئيس الجمعيه وبعض من اصحاب المشاريع ومشاكلهم، وبعدين استمع الى ممثلي الدوائر الحكوميه اللي هي. نعم. وزاره الزراعه وغيرها. امانه اغلب اللي موجودين من القطاع الحكومي كانوا يعني مشاركين همومنا وحاطين خلينا نفس الدكتور بالضبط اصابعهم. نعم. على المشاكل ووجوب حلها. زين ونعم عرضوا مظلوميه القطاع. وخير السيد رئيس الوزراء اوعز بتشكيل لجنه يدخل بها الجمعية العراقية رعاية منتجي الدواجن وممثلية من الوزارة واللي موجودين. بدأت العمل له بعد؟ حاليا لا، بعدها وصور الدكتور عباسي اللي علم بالشغلة والصور يعني المفروض خلال الأيام الجاية. دكتور عندكم علم بهذه اللجنة؟ نعم، اللجنة غدا تجتمع إن شاء الله. ما شاء الله. الأول الاستجابة السريعة للسيد رئيس الوزراء، طبعا أكيد هذا الدأبة هو لخدمة المواطن. أكيد. وكل إحنا لخدمة المواطن طبعا، وبجهود السيد معالي وزير الزراعة أيضا كان. نعم. إلى دور بهذا الموضوع. إن شاء الله بكرة أول لجنة راح تعقد. يعني أول تتوقع شنو القرارات اليوم حسب أنا ما وصل لي كلام إنه كان رئيس الوزراء متحمس لهذا الموضوع لحل هذه المشاكل، إضافة اللي هو ابن القطاع الزراعي. نعم، هو رجل مهندس زراعي بالضبط. نتكلم. نعم. على هذا الموضوع عنده رؤية كاملة عن وعد هذه المعلومات. إيش تتوقع هذه اللجنة حتصدر قرارات اليوم لتخفيف الأعباء عن منتجي الدواجن وعن عن صناعة الدواجن عموما؟ يعني هو كل قرار يجب أن يبنى كبناء يرد لأسس قوية. الأسس القوية عليه من يعتمد؟ يعتمد على البيانات. أكيد قطعاً اللي قاعدين هم مختصص. أنا صاحب الدائرة القطاعية وممثلين من الوزارة راح يكونوا موجودين، راح أعرض البيانات الموجودة عندي، أعرض طاقاتنا الإنتاجية اللي هي فارغة حالياً ما تشتغل، وأعرض العدد الطاقات العاملة اللي هي موجود بها الدجاج الآن، ونعرض احتياجنا السنوي او استهلاكنا السنوي، ونعرض انتاجنا السنوي زقد. بعدها راح نقرر عندنا عجز نقرر على قدر العجز نستورد، عندنا فائض نقول احنا عندنا فائض بهذا المجال يجب ان نجد منافذ اخرى للتسويق، حتى من يشتغل القطاع ما يكون اكو ضرر عليه بنزول الاسعار بوفرة الانتاج. وبنفس الوقت من يشتغل القطاع لو فرضنا انه اكو عندنا عجز انه احنا ما ينظر المستهلك، يجب ان نمسك العصا من النص نوازن الانتاج مع المستهلك. برايكم لازم يكون سعر طبقه البيض توصل الى المواطن؟
يعني هي كانت سابقا خمس بيضات بألف، هي وين المشكلة صارت؟ من صارت أربعة بألف قب الشارع وأكو خبر ثلاثة بألف صار شوية. لا مو أنت، أنت أكو نقاط مهمة. نعم. أكو نقاط مهمة، مثلا وزن الكرتون من 20 إلى 22 هذا سعر هذا 5 بألف، من 22 إلى 24 هذا 4 بألف، مثلا 28 هذا 3 بألف، هاي 28 يروح للمناطق الريتشمان اللي هي اي، فهذا يسمونه اكس لارج اللي وزن كرتون 28 احنا نسموها بيضه مصفاه. انا اريد ام الكانت 5 بألف، اي 5 بألف احنا نرجح قد لازم توصل للمواطن، يعني نرجح الوضع ان 5 بألف يعني 6000 دينار تصير 5 بألف توصل المواطن 5 قد تطلع من الحق اللازم، لازم تطلع يعني توصل للمواطن 6 توصل تطلع من الحق 5 هذا مبدئيا. نعم. كرأي حسابي اقتصادي عادي اسال رايك بهي الاسعار؟ طبعا بالتاكيد احنا ما نقدر نحدد الاسعار اذا ما نعرف اسعار المواد العلفيه، يعني حاليا انا اريد حاليا لما يكون الدولار سعر صرفه 165 ألف، الصويا بدل ما كانت مثلا خلينا نقول ب 500 او صارت ب 700، النخاله بدل ما كانت ب 300 صارت ب 600، الذره بدل ما كانت بفلان سعر زادت بحدود 30%، فبالتاكيد المدخلات زادت المنتج راح يزيد سعره. بس حليناها هاي اذا ما تكون الى حلول، ما تكون الى حلول. يعني الدكتور عباس من يقول لك هذا اكو 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 في التصور معين احتمال يكون اكو انا استلم من المنتج بسعر وادعم من المواطن اوصله بفلان سعر في وقت معين زين اكيد اذا اكو الازمه وقت فتره. واحده من الطروحات اللي صارت ويا السيد رئيس الوزراء انه سعر الدولار، سعر الدولار اكو فد مشكله يا اخوان. أنا أي واحد هسه حاليا على أساس المنصة شو تريد تستورد أنت تروح تستورد بشكل رسمي زين. أنا كمربي يعني خلينا نقول طاقاتي محدودة مهما كانت طاقتي ما أقدر أجيب باخرة، إذا هم إلما دا يعطون سعر الصرف اللي هو 147 أو 145 دا يعطون التاجر. تمام. يعني التاجر اللي جيبت باخرة صويا دا يصرفوا له على اساس ال 147 صحيح المفروض يوصل ليها الي ك ك كمستهلك المفروض على اللي حاليا ما دا يصير هذا الشيء. تاجر البيض اللي يستورد البيض يقدر عن طريق المنصه يصرفوا له على 147. يعني انتم ما عندكم منتجين انتم تستوردون مباشره؟ احنا لا موجودين، بس احنا حاليا هاي شغله المنصه والتوازن بين السعر اللي دا ينصرف للتاجر ولصاحب المشروع ما موجوده. يعني أنا حاليا هسه مثلا مطلوب التاجر البيض من قبل مثلا 15 يوم فد مبلغ بالدولار، من كان مثلا ب 142 هسه من أحسب حسابي أنا الشهور السابقة اللي راحت واللي بعت بيها خسارة، وخسارة كبيرة عليه زين. نعم. وهاي مشاكل لا تقدر تروح للتاجر تقول له أحسب لي مثل قبل، ما معقولة لأنه الرجال همتين ملتزم بسعر سوق. نعم. السيد رئيس الوزراء يعني أكد على هذا الموضوع، لذلك أنا أصور باكر بوحدة يعني من المهام اللجنة أنه شوف شغلة الدولار وشون تحلها. نعم. العفو. تفضل. إذا يسمح لي. إذا أخذ خبر مهم. إحنا طبعاً كتاب دورة ما جاء القرار. طبعاً إحنا ما غاب عن ذهن هذا الموضوع، وأنا سارعت بمجرد تحريك الدولار سارعت بتشكيل لجنة مستعجلة من عندي دكتورة بالاقتصاد الزراعي، وعدينا مسودة أو آلية للعمل بعد الاتصال بمدير عام البنك المركزي للتحويلات طبعا مشكورا، اتفقت وياه بصيغة وفاتحت الوزارة أن تفاتحه. المنتجين أيضا وفق آلية معينة عديت لهم آلية محكمة، لا ضرب المنتج ولا ضرب المال العام، أن يسحبون الدولار بالسعر الرسمي. ممتاز. من المصارف. ممتاز. صاحب البياض شكل وصاحب اللحم شكل. نعم. وصاحب المفاخر. نعم العفو، هذا الكتاب موجود عند الدكتور هاشم. جيد. أي خصصنا لكل شخص حسب استهلاك الطير ماله ايش قد علف والسعر السائد في السوق. احساسك شو كنت تنفذ هذا الشيء لان تعرف لازم هاي الازمه بسرعه نحلها؟ يعني الكتاب المدير عام الحوالات قال لي بس يوصلني الكتاب من الوزاره انا اتخذ اجراء وينتهي الموضوع. طبعا هذا المقترح اللي اذا طبق تنحل مشكلتنا كلها، تنحل المشكله كلها. انا على شو سالته شو كنت ينفذ؟ شوف احنا يعني على طول نقول راس المال جبان. هاي باقي الاستثمارات. اما احنا عندنا بالدواجن لا والله مجازفه كلش مغامره لعبه قمار بس مشرع حلال مو حرام. انا هسه حاليا قطاع حلقه اللحم خسائر كبيره كلش. ابو اللحم اليوم عمر الوجبه مالته 35 الى 40 يوم، خلي يصير بتزايد 42 45 هذا ياكل علف ويبدي التحويل مو صالحه.
هذا من راح يشوف الحلقه مالتنا زين يباوع يقول اعطونا حل اعطونا حل. بس هذا الحل المفروض انا هذا قصدي المفروض انا ما اتاخر انا ما انتظر لجنه وكذا وكذا اخذ حلول سريعه حلول سريعه. نعم استاذ ظفر الدوله اليوم دولتنا ترى دوله الحمد لله والشكر موجوده الفلوس اللي عندها خيرات الله مشاريعنا موجوده يعني شو المشكله باكر انا اذا تعاقدت وزاره التجاره ويا فد 10 20 25 مزرعه تشغلها وتسحب المنتج مال المربين من السوق يعني تبعد الخسائر عنهم نقدر نوزع وجبات الجيش الى مستشفيات افضل ما استورد البياض اليوم البياض مشاريع البياض عمر القطيع مالته 90 اسبوع ابو اللحم 35 الى 40 يوم يعني هسه حاليا احنا اصحاب نفاقس والدكتور عباس يدري بطلنا منذب منذب بيض ليش لان يعني المربي بعد ما يسحب يقول لك انا هسه دابيع ما يشتغل فشوف حلقه اللحم سكتت نهائيا انا رحت صورت وهذا النصف كان يشتغل 50% لا هسه بالشراكة احنا ما عندنا يمكن في 10% وبعد 20 يوم يخلص الدجاج اللي بالسوق نبغى بس اذا تسمح لي حل اللحم مو مثل البياض حل اللحم خلال شهر انا حل الكياس خلاص تدخل يدخل الافراق 35 يوم يصير عندي انتاج اغطي العراق بيه كله انا عديت خطه بخصوص هذا نعم. اكيد راح طبعا حبيت المشاهدين مثل انه ما ذكر اليوم الاساتذه اثنيناتهم انه قطاع الدواجن مهم جدا بموضوع نعتبره احد قطاعات العمل المهمه اللي حقيقه تخفف اليوم من البطاله المنتشره في عموم المحافظات العراقيه وافضل مما انه القى دائما التظاهرات بموضوع تعيينات وتثبيت عقود فهذا هو قطاع يشتغل وحقيقه لام الكثير من الشباب العراقي. التقينا مع احد العاملين البسطاء في احد الحقول وتكلم عن تخوفه من المستقبل اذا استمرت الوضعيه هكذا في قطاع الدواجن. شاهد الفيديو وراجعي. اريد اسالك علي انه انت عايش على هاي المهنه اي على باب الله نشتغل اي قاعد تشتغل مثل قبل لو تغيرت الامور لا طبعا تغير ليش احنا كنا هنا كادر عمل حوالي 30 نفر قلص العمل هسه بنسبه 50% صرنا يعني نص راحوا 15 عامل هسه نشتغل ليش ضاعف الشغل يعني بسبب الاستيراد تعرف اها صحيح يعني انه عندكم خبر انه اذا توقفت هذه يعني بعد شهر طبعا اذا بقى هذا الوضع هيك يقف الشغل تسرحون اي لان المواد الاوليه غاليه يعني المواد الاوليه بسعر سوق الدجاج شو يصرف له؟ ما بيصرف لا ما يصرف ما بيصرف يعني اليوم انت كمواطن وعامل في هذا المكان اليوم شو الطالب اليوم مثلا من الجهات الرسميه من وزاره الزراعه من مجلس وزراء من مجلس نواب شو الطالب؟ يعني هو بس يقف الاستيراد ويقف هذا التهريب يمشي سوق نحن احنا عندنا كفاءات وعندنا هاي مشاريع خير من الله احنا ننتج واحنا نصنع واحنا نعم رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. دكتور عباس اليوم يعني حسب تصورك واختصاصك وعملك بهذه السنوات الطويله متفائل بالمستقبل القريب نقدر نقول الشهر القادم نعم اكو حلول تنحل ان شاء الله اكيد بعد العمل الدؤوب طبعا لا الدائره هي كانت مشاركه هموم المنتجين بهذا المجال وايضا تنظر بالعين الاخرى للمستهلك نفس الوقت فاحنا متفائلين خاصه بالاجتماع الاخير اللي صار مع السيد رئيس مجلس الوزراء وكانت الوعود طبعا حقيقيه وبيها جديه عاليه جدا انه يجب ان تحل هذه المشكله والدليل انه جمع جميع المختصين الموجودين في الوزارات الاخرى من اجل ان يخرج الاجتماع برؤيه موحده لغرض الوصول الى الهدف المنشود. ما هو كابوس الدواجن الاول اخطر شيء؟ الاستيراد او التهريب؟ اكو فرق نعم التهريب طبعا الاستيراد نقول الاستيراد تقنين الاستيراد ممكن اي معناته نقول الاستيراد المكيف للتهريب هذا الكابوس الاول دكتور هاشم يعني متفائل انا يعني حقيقه لما التقيت يعني بالاخوه بالمنتجي قطاع الدواجن حقيقه يعني واصل مرحله انه لا صعبه وهاي
ولكن ليس اللي بدنا نسمع هاي القرارات ممكن نتفائل. انتم اليوم متفائلين؟ انا اتمنى اكون متفائل مثل الدكتور عباس، بس تجربتنا ويا القرارات الحكوميه وتنفيذها كثير من القرارات طلعت لصالح القطاع، بس التنفيذ ما نتيجه طبعا انفلات المنافذ الحدوديه، بعض السيطرات. يعني احنا حاليا ندري دكتور عباس ممنوع دخول الدجاج الحي من منطقه كردستان، قرار طلع وتبلغت به الجهات الامنيه. حتى اكو بعض المشاركين كانوا بالمعرض الزراعي من كردستان سحبوا على هذا القرار. القرار طلع ولا زال المفروض منفذ هسه، بينما تدخل عندنا. احنا مو ضد الدخول المنتج من كردستان، لا بالعكس، ترى المنتج اللي بكردستان ده يعاني مثل ما داعاني يعني نفس المشاكل مالتنا هناك، نفس الشيء. زين، وهو لاقي الوسط ويجي نوب متنفس له من يصير عنده مثلا خلينا نقول ضيف هناك بالمنطقه الشماليه، يدز من يعاني بسبب الاستيران. زين، هم يعني التهريب اللي يدخل، يعني التهريب يدخل منفذ باشماغ اللي هو السيء الصيد. ايش حكى رئيس الوزراء على هاي المنافذ؟ يعرف كل زين، يقول نعم موجوده هاي الحاله، بس يعني راح يوجه ان شاء الله. احنا وقلت لك احنا مثل ما قال الدكتور عباس، انا بالنسبه لي اتمنى نكون متفائلين بلقاء السيد الوزير، لان نحسه رجل جاد بالشغله. زين، نعم، بس اللجنه اللي موجوده المفروض ما تاخذ ايام المفروض باكر بدايتها يا من حصل نتائج ان شاء الله. دكتور، ايضا اريد اعرف ايضا اليوم حماس وزير الزراعه بهذا الموضوع، اكيد تلتقون دائما مع حضرته خاصه بقطاع الدواء. طبعا الرجل متحمس لهذا الموضوع ويريد حلول، ويكون دائما هو جزء من الحلول المطروحه، يطرح الاراء ويناقشها من اجل ان نوصل الى الحل. لكن تعرف انت قرار 183 هو الصلاحيه صارت يعني انسحبت، او ما نقول انسحبت، يقول صارت من اختصاص مجلس الوزراء. نعم. فالآن إحنا كوزارة الزراعة نريد نصدر قرار بالاستيراد، ما نقدر نصدر، ما نقدر نمنح أي إجازة استيراد حتى ننظم السوق، ما عندنا أي صلاحية ولا أي موافقة. هو قرار مجلس الوزراء الفقرة الأولى من تقول يعلق العمل بإجازة الاستيراد إلى أشهر آخر للدجاج والبيض والمقطعة. ممتاز، كل التحية والشكر لك دكتور عباس. حياكم الله، نشكركم على إدارة الثروة الحيوانية، نشكر قناتكم الغراء لهذا اللقاء، خدمتكم احنا ربي يحفظك، تشرفنا بك. والدكتور هاشم قماش ايضا عضو الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وايضا المستثمر الكبير بهذا القطاع، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربي يحفظك. الله يخليك. شكرا. طبعا احبتي المشاهدين، قبل الختام، يعني للاسف اكو بعض القرارات، يعني اليوم نتكلم على قرارات مثلا تخص قطاع الدواجن تحتاج اليوم خبرة علمية وخبرة اقتصادية وغيرها. فإنه لما هذا كان القرار في حكومة السيد الكاظم، الحكومة السابقة، إنه خلاص صوت مثلا، مع احترامه جل احترامه، اليوم أبو الدواجن ما يقدر إنه يقدر يشرح لك على مثلا قطاع النفط. يعني اليوم مثلا وزير النفط صوت على هذا القرار، أو وزير العدل ممكن صوت على هذا القرار، فهذا خطأ. يعني للأسف لما نتكلموا إنه المنتجين على المستشار رئيس الوزراء، مستشار السيد مصطفى الكاظمي اللي قراره هسه بدت هاي نتاجه، قطعان كامله للاسف انجزرت، وهاي الخسائر الكبيره. يا رب بعد لقاء المنتجين مع رئيس الوزراء تنحل كل هذه المشاكل، ودنا نشوف اكو تفاؤل، ونتمنى اليوم من رئيس الوزراء انه لا يتحول هذا التفاؤل الى واقع مرير. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.